الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بيقول لك بعض الشركات لو طبقت الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه هتسرح الموظفين. موظف السوبر ماركت اللي بيعبي على الكاشير لو طبق عليه الحد الأدنى للأجور يبقى هيتسرحه، واحنا عايزين نحافظ على العمالة. أيوة طب ما هو يا فندم هيبقى بيشتغل وبياخد أقل من الحد الأدنى ومش عارف يعيش، انت عايز تحافظ على العمالة، الاسم انه بيشتغل، الاسم انه بيقبض، والفعل انه مش عارف يدفع ومش عارف يعيش حياته. تفكير عبقري. عباقرة السياسة والاقتصاد المصري يتحدون على خراب البلد وبيع اصولها وتكبيلها بالديون، واللي جوه بقى زي البيدب بيبدع في ان ازاي تبقى اسمك موظف وبتاخد مرتب ما يكفكش، بس الاسم ايه؟ ان انت شغال. ابراهيم فاروق الخبير المصرفي بيقول لحضرتك ايه بقى؟ بيقول لحضرتك ارتفاع سعر الدولار جنيه جاء بسبب خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية. تمام؟ الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خرجت في أذون وسندات الخزانة نتيجة التوترات في المنطقة عقب الهجوم المتبادل بين إيران وإسرائيل وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط. أنت هتفضل كده يا باشا، هتفضل كل ما تحصل حاجة في الهند والسند وبلاد تركب الأفيال الجنيه بتاعك يتأثر. ليه؟ عشان اقتصادك ضعيف رخو، اقتصادها الهولة اللي رايح مع الرايح وجاي مع الجاي، لأن مفيش عوامل اقتصادية حقيقية، مفيش اقتصاد حقيقي. اللي هي ايه الاقتصاد الحقيقي؟ الانتاج، التصنيع، الزراعة مش موجودة، تصدير مش موجود بشكل كبير، فتعمل ايه؟ اقتصادك بيتهز والجنيه بتاعك بيتهز من اي حاجه. السعوديه والجيش المصري بيتعاونوا لاطلاق سيارات متطوره. يعني نتمنى والله نتمنى يبقى في عندنا عربيه معموله بخبرات مصريه او ابتكارات مصريه وتمويل سعودي او العكس او ميكس ما بين الاثنين. نتمنى التعاون المصري السعودي وصلنا يبقى عندنا فعلا جديد، يبقى عندنا منتج عربي نفخر بيه ونرفع راسنا. وزير النقل تعال بقى شوف قصة قصيرة عشان تعرف البلد ماشية ازاي. البلد لسبب ما عايزة تبني مثلا كوبري، عايزة توسع طريق، فتروح لحضرتك وتقولك هناخد ارضك، فتقولها طب انا هبيعها بكذا، تقولك لا هو كذا، تديك بقى ربع التمن نص التمن زي ما هي عايزة، فانت عز عليك مش عايز التمن ده فتعند، وده حقك لان دي ملكيتك. فاليوم مطلع لك الورقة من الدرج ويقول لك ايه؟ قرار نزع ملكية. ومنزع الملكية دي ما تعرفش تتكلم ويرمي لك اللي هو عايز يرمولك. اهو وزير النقل يصدر قرار بنزع ملكية اراضي لتوسعة الطريق الدولي في الساحل الشمالي. ليه اصدر القرار ده سيد الفاضل؟ لان الاهالي رفضوا يعني يسووها او يتعاونوا، هم قالوا كده رفضوا يتعاونوا، رفضوا ياخدوا الفلوس اللي احنا قلنا لهم خدوها، طلبوا حقهم. فعلى ايه بقى حقهم وما حقهم؟ اعمل لهم يا عم ايه قرار بنزع الملكية وخلاص على كده.